هل تتمركز رشاد فقط خارج الوطن؟ لا تفرق حركة رشاد بين الجزائريين المقيمين في أرض الوطن وأولئك المقيمين في الخارج، فكلهم مواطنون متساوون في الواجبات والحقوق، حريصون على مستقبل الوطن، يسعون إلى خدمته وتخليصه من العصابة المتحكمة في إدارته الكارثية، كما أن وسائل التواصل العصرية تجعل من التمييز بين الداخل والخارج أمراً لا معنى له. ومع ذلك فإنه من المؤكد أن مركز ثقل حركة رشاد موجود داخل الجزائر، وذلك ما تعكسه تشكيلة هيئات الحركة من مجلس وطني وأمانة.